عن جد كتير حلو. أنا كمان بدي غرفة نومي تكون هيك سمار. لازم تحطوا هون صورة إلكن. أنا اللي طرزت وحدة من هدول المخدات. عن جد الدنيا نصيب. مين كان بيتخيل إنك رح تتجوزي حسان ورح تنبسطي هيك؟ حتى بابا اطمن عليكي. ما بقى انشغل بالهم عليكي، ملاحظة هالشي؟ خير سمر، شو صار لك؟ شو في؟ ما بعرف، بس انتو اجيتوا وانا كنت مشتاقة لكم كتير. شو الظاهر ما لقيت الطوق؟ تعي لقلك، خليني ادور لك. هات لعم تدوري عليه. طلع مع حسان. مستحيل، شو حلو، بياخد العقل، عن جد بجنن. تعي البسي. خليني ساعدك. استنونا تحت. يا عمري شو هالقمر، حلو كتير كتير لبالك. شو صار؟ انقطع. لا تاكلي هم، انا بصلحه. منيح ما صار له شي، خفت انه ينكسر. قولي خير ان شاء الله، مو هيك سعاد خانو؟ المهم القلوب ما تنكسر. سمر، دينا، جهزوا حالكن وخلونا نحل قصة المدرسة بأسرع وقت. حاضر بابا، يلا تعي. صدقيني ما بعرف، اسألي حسان. هي قلعة الأناضول. دينا رح تضل طول الوقت عم تسألكن. شو بدي ساوي بابا؟ ما عم بشبع من الفرجة هون، حلوة كتير هالمناطق هي. بكرة منصير منطلع سوا دينا، أنا كمان ما درت باسطنبول. سهري حسان، شو رأيك ونحن راجعين نقعد بشي محل؟ بنتي لا تبلشي بالنق من هلا، بلكي حسان في عنده شغل. لا عمي، اليوم ما عندي شيء. ما بدك ترد على التليفون يا ابني؟ انا ما بحب رد وانا عم سوق. حسان عزيز اغله بطوله وعرضه، ما بيقدر يرد وهو عم يسوق. اوعك ترد على حكي سمر يا ابني، ما في احسن من الالتزام بالقوانين. مرحبا، شكلك جديدة هون. قولي لي شو صفك وأنا رح حلل لك المشكلة. أختي عم تسجل هون وأنا عم استناها. حلو كتير، خلينا نتعرف. أنا مراد. وأنا اسمي سمر. وشو رأيك ناخد أرقام بعض؟ قصدي منصير رفقة. إذا مشتاقة للدراسة خليني سجلك هون. شو في أحلى إنه شوف مرتي ناجحة؟ عن إذنكن. لا تخربي اللعبة. انتو اهل اسطنبول دائما هيك؟ ليش شو بنا؟ عنا بيقولوا انه مو كل طير بيتاكل لحمه. بعتذر منك، ما قدرت امسك حالي. هون بيقولوا عذر اقبح من ذنب. ما بعرف، بس كأنه في شي مانو مفهوم بيناتنا. كأنه نبضات قلبك عم تزيد وانتي معي. انا عم احكي عن جد، انا عم حس بهذا الشي بدون اي كذب. بالله عن جد؟ ما بقي غير تقلي تعي نتجوز. مستحيل هذا الشي، أنا أصلاً متزوج. ولا يهمك حسان بيك، رح أعمله أحسن من الأول. وقديش بده؟
اليوم صعب اني لحقه. طيب بس يخلص خبرني. العنوان معروف حسان بيك، بس يخلص ببعث لك اياه. اذا بدكم بنشوف البيوت اللي اعلى من هون بشوي، احسن اذا كان قريب على المدرسه، بعدين من هونيك ببين البحر. تفضلوا. شلون؟ بيتنا ثلاث طوابق، في اثنين بانيو وتراس وكم بلكونه كمان، وفيه مطبخين الكبير بالطابق اللي فوق، ولا تنسوا المسبح والجنينه والشيمينيه هنيك. يلا تفضلوا على الطابق الثاني لحتى فرجيكم اياه. ايه واذا ما عجبكم لون الدهان فينا نغير الالوان فورا. هاي الغرفه بتطل على الجنينه، وهون في غرفه لحالها، وهون في غرفه ثانيه، وهنيك في غرفه، وهون بقى غرفه الجاكوزي. بنتي شو هذا اللي مثل طشت الغسيل؟ لا تسأليني بنوب ماما، أنا مثل هذا الجاكوزي شغلة حلوة وبتعمل مساج كمان، بس تجربوه رح يطير عقلكم. بنتي نحن ما بتناسبنا هيك شغلات أبدا. تفضلي خلينا نشوف. تفضلوا لسه قدامنا شغلات كتيرة. تفضلوا. بتجنن ما هيك؟ تعالوا نشوف باقي البيت. أمي القرار هو إلي. شو بدي أقول بنتي؟ أهم شي عندي هو الصحة. تعرفي أبوك شو وصاني؟ معناتها رح نشتري سعاد خانو. نشتري ابني؟ خلينا أول شي نعرف وين بده يحطنا الجمال. سمر بس تجوا لعنا أنت وصهري من قعدكم بالطابق الثاني، وإذا عندكم ولد منعمل له غرفة لحاله كمان. ألف مبروك، أصبح الولد على الطريق. لا لسه. لا تخلونا عم نستنى كتير ابني. شو ما بدكم تفرحونا بولادكم؟ غصون نحكي بأمور البيع بعدين. ايه بس إذا ما أجيتوا على سهرتي بحياتي ما رح بيعكن هالبيت. ما رح نقدر نجي غصون، بدك تعذرينا. والله بسهرة عيد ميلادي مستحيل أعذر حدا، أنت بتعرف الجو رح يعجبك. ليش لحتى ما نروح على السهرة حسان؟ على القليلة بتعرف على رفقاتك. حتى الست الحلوة حابة إنها تروح. خلص اتفقنا، رح تجوا على الحفلة كلكن، ما بدي أعذر. حسان ممكن تاخذني اليوم على السوق شوي؟ ايه طبعا، امتى ما بدك؟ اذا بدك هلا. شو نسيت انه بدنا نروح على السهره اليوم؟ خلينا نوصل اهلك وبعدين بنروح. ماشي يلا. اوف دينا الفستان كتير مزلط. حلو كتير، غضي نظر، طالعه بتاخذي العقل. ما بعرف شو صار، تغيرتي كلك، صرتي سمر تانية. لا لا كتير مزلط، رح روح غيره. ديري بالك تغيري، صيري اسطنبولية شوي قدام جوزك. يلا خليني أعمل لك مكياجك. لا ما بدي، حسان قال إنه ما لبق لي. طيب على راحتك. خليني اتمكياج. شو يعني؟ يلا بسرعة. أخيرا سمعتي الكلمة. عم تحكي مزبوط، معك حق. هيك منكون خلصنا من هالشغلة بأسرع وقت. نروح حسان. أنا رح أغير ثيابي وجاي. خليك هون، ما في داعي، ثيابك ما بهون شي. يلا بخاطركم. الله معكم. الله معكم. الله معكم. الله معكم. خلص أنا ما عاد فيني كمل هي اللعبة. ساوي مثلي وخلص. سمر ليش لحتى نكذب على بعض؟ بالنهاية نحن مانا بحاجة هيك لعبة. أنت ما عم تسمعيني وبعرف هذا الشيء. بس أنا كنت حابب يصير عندي ولد. كنت حابب هذا الولد يكون منك أنت. بس أنا أجيت لعندك نظيفة حسان. فكرتك مثلي تماما. القلوب مثل البلور،
بس تنكسر ما عاد تتصلح، والحب اللي جواتها بيتلاشى. ما كان في داعي تحطي كل هذا المكياج على وشي. اضطريت اتمكياج مشان الفستان. مانو لابق لك وما حبيته عليكي، بس انا شايفته كتير حلو. يلا على اذنكم. هاي مرحبا وسو، كيفك؟ بالمناسبه حسان طلع متجوز، عندكم علم؟ وصدقيني مرته بتاخد العقل، يعني حلوه فوق ما بتتصور. خلينا نتعرف عليهم اليوم. ها ليكن وراكي. عن جد بنت حلال، لسه ما خلصت حكي عنك وعن عيونك الحلوه. شكرا لك، عيونك اللي بتشوف كل شيء حلو. كيفك وسو؟ منيحه وانت؟ ماشي حالي. تعال شوف على مين بدي اعرفك. يلا تعال معي. لا حسان، هاي حفلة مليانة أكل، شبا ليش ما عم تاكل شي؟ أنا عم حل الموضوع. صحتين وهنا حبيبي. صايرة عم دلله كتير. لا تقولي يا كتير حلوين، هاي شهيتوني يكون مثلكم. حسان أنت أكتر واحد بتعرف شو هو الحب، أنا كمان بدي حب وأعشق، شو ناقصني؟ تعي معي لقلك، خليني أعرفك كيف بيكون الحب. عن إذنكم. شكلك طلعتي موهوبة بالتمثيل. أنا برأيي تقدمي على معهد التمثيل فورا، تمثيلك بياخد العقل. أنا كتير بعتذر حسان. سهيل؟ لك أهلين وسهلين. لك كيفك؟ أنا سهيل باشران، رفيق هالطايش بأيام الجامعة. وأنا سمر، مرته لهالطايش. شرفت بمعرفتك. شكرا. تفضل. شكرا لك. ترقص شوي. انت هيك بدك ولا هذا جزء من اللعبة؟ تفضل. صراحة بلشت حبة لهي اللعبة. تركني عم توجعني حسان. قدران اسمع صوت قلبك. لا تساوي هيك قدام الناس إذا سمحت. ماني قدران، أنت مسيطرة علي، بعدين أنت اللي بدك ترقصي معي. حسان لا توجعني لأني رح. قوليها، قولي إنه ما بدك ياني بنوم. إذا ما بتقوليها ما رح أتركك. إذا ما قلتي يا بتضل الصبح هيك. لا تحلم إني أقولها. معناتها خلص أرضي بقدرك. قولي أنا إلك، يلا قوليها، قولي إنه أنت بتحبيني. هاي من قواعد اللعبة، حتى لو توجعت ما لازم تبين حسان بيك. قلتيلي ما رح تصيري مرتي. طيب فيكي تصيري حبيبتي، على الأقل هيك بنكون بلشنا مثل أي حبيبين بيحبوا بعض. لا تحكي هيك شغلات هلأ لو سمحت. بجوز ما تصح لي هاي الفرصة، يلا قوليها. Thank you.
بوعدك انك رح تخسري. انت اللي رح تخسر. سمر. طولي بالك، في سوء تفاهم. أنا بعرف إنك بتحبيني. أنا بكرهك من كل قلبي. ما رح انزل. قلت لك انزلي. بدك تجي معي. لا تشرفوا عليك نحن بالبريه. انت ما تتدخل، هي مرتي. لك شو عم تساوي انت؟ اطلع يلا. لك وين يا اخي؟ ما حاسبتونا. وين بدنا نوصل بالأخير؟ لا تقليلي إنك ما عم تحسي بشي، مو مزبوط وما رح صدقك. طلعي لوين وصلتينا، هذا كله من عناتك. طيب مثل ما بدي، خلص. بس أنا كمان رح كمل لحتى كسر راسك اليابس. الحياة ما عادت فارقة معي، ماني خايف من الموت. يلا قولي بتحبيني، قولي. ما بحبك. قلت لك قولي انك بتحبيني. لك ما بحبك. لا بتحبيني. ما بحبك. ما بتحبيني؟ طيب يعني ما رح تقولي. سريع قد ما بدك، اصلا انا عم موت باليوم ألف مرة. يلا سريع اكتر. يلا سريع اكتر من هيك، دوس على البنزين. يلا يلا اسرع. سمر؟ شو صار؟ حسان راح معصب كتير، مو عارفان شو عم يساوي. ما رح يصير له شي، لا تخافي. كان عم يسوق السيارة مثل المجنون، خايفة يعمل حادث يا جوان. هلأ بروق لك يا، يلا تعي معي.
2017 للفرق 34 و44. ما عم يرد علي. خلينا نعمل شي جوان، لازم نلاقي حدا يحكي معه ويحاول يهدي له اعصابه. ممكن تهدي حالك؟ اذا موبايله مسكر كيف منوصل له؟ طيب شو بدنا نساوي؟ يعني رح نبقى هيك ناطرين؟ ما في اي حل تاني، حسان ما بيعمل شي غلط، مانو من هالنوع، فلا تخافي. معناتها انت ما بتعرفه. دينا اهلي شكلهم رح يناموا. يلا جاي ماما. ديري بالك حدا يشوفك، بس يناموا انا بجي باخدك. دور افتحي الباب، افتحي الباب، بعرف انك جوا. روح، ما بدي افتح. افتحي بدور، نحن لازم نحكي. ما في شي نحكي عنه. قلت لك افتحي هذا الباب، رح تفتحيه. يلا افتحي لشوف. افتحي فورا احسن ما اكسره. يعني شو بدك تقول؟ بدنا نحكي. تعال بكره الصبح، انا ما فيني افتح لك هلا. افتحي الباب بقى، اذا ما حليت هي القصه هلا ما رح روح. روح على بيتك، تركني بحالي بقى حسان. انا رح حاسبك على اللي عملتيه. ماني ندمانة أبداً، وما في شي تحاسبني عليه. افتحي وليه؟ عمل لك افتحي الباب. حاولت أحكي معك بالمنيحة بس ما فهمتي شو ساوي أنا. فهميني أنت شو بدك؟ وإذا هدفك أنك تخربي لي حياتي لكك خربتيها. حسان لا بقى تعيط علي، منحكي بس اهدى شوي ولا بقى تعيط لو سمحت. رح تصلحي اللي عملتيه، وهذا اللي برقبتك رح ترجعي لصاحبته، فهمتي؟ ما عاد يلزمني أبداً. خود خلي لك يا. لا مو هيك، بدك تجي وتسلميه بإيدك وتعتذري منه كمان. حسان شو اللي عم بتقوله؟ سمعتي اللي قلته؟ لا مستحيل. رح ترجعي الطوق لصاحبته ورح تعتذري، فهمتي شو قلت؟ طيب ماني خايفة من هديك الغبية. اسمعيني منيح، أنا ما بدي أحكي بهذا الموضوع مرة تانية. واضح أنك معندي ومصرة أنك تولدي هذا الولد، وأنا شو ما رح تطلبي مني مشان هذا الولد رح أعمله، وشو ما كانت مسؤوليتي أنا جاهز. بس أنت كمان لازم تبعدي عن عيلتي، ولازم تبعدي نهائيا عن مرتي سمر. سمعتي شو حكيت؟ ايه طبعاً سمعته. معناتها خلصت القصة. ايه خلصت بالمرة. وهذا الطوق بترجعي لها يا فوراً. حضرتك بتكون صاحب البيت؟ لا أنا في معي شكوى ضدكن، قال إنكن عم تزعجوا أهل البناية. بس نحن ما زعجناهن. بس جيرانك اشتكوا، لتعطوا إفادتكن لازم تجوا معنا فوراً على المخفر. بعدين نحن اجتنا إخبارية بأنك متجاوز السرعة يا حسان بيك، تفضلوا. عم يرن حسان، وينك؟ انشغل بالنا عليك. أنا بعد شوي بجي جوان، لا يشغل بالك علي. حسان كل شي منيح، بعد شوي بيكون بالبيت. وين كان الأفندي؟ بس يجي منعرف. ما عم صدق، أكيد صاير معه شي مو منيح وأنت عم تخبي علي، ما هيك؟ سمر ممكن تهدي حالك شوي؟ صوته كان كتير منيح وأنت عم تضايقي حالك على الفاضي. شو أمتى قال جاي؟ بده يجي بعد شوي. شو صار؟ لا تكونوا رجعتوا تخانقتوا. ما في شي مهم، لا تشغلي بالك. مو على أساس ما بتخبي علي شي؟ ما في شي لحتى خبي دينا. ما عاد حكيتي لي شي عن حالك من زمان، بس أنا بعرف. لو ما حكيتي بعرف، لو تعرفي بس قديش بعرفك. هلأ أنا أفكاري مشتتة، فينا نحكي بعدين لو سمحتي دينا. بس لما بتتضايقي أنا كمان بتضايق. خلص دينا، قلت لك ماني متضايقة من شي. أنا هيك بعرفك. معقول ما بعرف أختي لما تقعد تسكت ولما تكون زعلانة؟ أنت عم بتخبي زعلك، أكيد في حدا زعلك. لا تخبي علي، أنا جنبك. أنا همي حسان يا دينا، كل ما للأمور عم تصير أسوأ.
كيف عندها جرأة تجيب ولد من واحد متجوز؟ اوعي تستسلمي، حسان بحبك كتير وانت كمان لا تتخلي عن حبك. بس انا ما عاد حبيته مثل اول. لانك معصبة عم تحكي هيك. ما عم تهدى نار قلبي يا دينا، حاسة وقعت بدوامة ما بعرف كيف بدي اخلص منها. جوات قلبي حاسة في شي مغروز ما عم بقدر طالعه ولا اتخلص منه. ما عاد فيني عيش وضل اتحمله. الموت صار اسهل من هالعذاب. لا تقولي هيك، كل اللي عم بتقولي مانو غير عتب قاسي على حبيبك. اكيد حسان رح يحل الموضوع ولا بقى تزعلي منه. هالشي اكبر من الزعل. لما سمعت إنها حامل قلبي صار مثل الحجر. معقول صار قلبك مثل الحجر؟ معقول يصير هيك شي؟ ما عم يلبق لك هاليأس أبداً. لنفرض جابت ولد، شو حيصير؟ رح يفرقكن هالشي؟ أكيد ما رح يفرقكن، هو بضل جوزك. وقوعك تتركي. قلتي جوزي؟ حتى لسه ما صار جوزي. لأني لهلا لسه ما صرت مرته لحسان، بس غيري صارت مرته ومشي الحال. وليك رح تجيب له ولد؟ انا عم عيش نصيبي بس. هالايام يلي عم تروح ما رح ترجع مره تانية. تطلع تشرب فنجان قهوة معي؟ الوقت تأخر ولازم روح. شكراً كتير. فيكي تتأكدي إنه أنا رح ساوي كل واجباتي تجاهك، والشي اللي بدي إياه منك إنك ترجعي الطوق لصاحبته وتعتذري منها. خلص مثل ما بدك حسان، رح صلح غلطتي معك، بوعدك بهالشي. تصبح على خير. تلاقي الخير. كانت شغلة بتخوف لما شفت طوق العرس برقبة هديك المرة، سودت الدنيا بعيني. ما عم بقدر اتخيلهم سوا بمكان واحد. أنا ما عم بعرف شي، ما بعرف حتى إذا صح أنه خبي اللي عم يصير عن أبي وأمي. بلا ما يعرفوا أحسن، إذا أهلك عرفوا رح تتخربط الأمور. أنتي مضطرة تكملي باللعبة يا سمر. لشوف مين هاد. حسان انت منيح؟ ايه. بقلك شي، انت ما عم يزبط معك تكذب علي. يلا تعال نحكي جوا شوي. ايه كيف كانت الحفلة؟ كتير انبسطنا فيها. كتير. انت جاهز للعملية هلأ؟ انت مجهز حالك للركض؟ لأني رح روح مشي لحالي على ميديات. بتراهنوا على هالشي؟ ممكن تكونوا عفويين أكتر؟ قربوا على بعض شوي. قدي صار لك بهالمهنة؟ 5 سنين. شو الجرايد اللي اشتغلتي فيها؟ اشتغلت بأغلبهم تقريبا. ودراستك؟ درست بفرنسا. وجوابي على سؤالك الجاي، بعد الليسانس بالصحافة عملت ماستر بالعلاقات الدولية. ليش عم تشتغلي هذا الشغل؟ مشان المغامرة؟ طيب وانت رحت على العراق مشان المغامرة كمان؟ سمر خانم، ممكن اخذ لك صورة بين الوردات لو سمحتي؟ Thank you.
سمر بعد شوي عن الشجرة، تعي على هذا الطرف شوي. أنسي مروة، ممكن أخذ الكاميرا لو سمحتي؟ شكراً. بوجودك ما في داعي للورود، تعي على هذا الطرف شوي. قربي كمان، إيه هيك منيح. المسافة منيحة والكادر تمام، ولازم نسكر الديفرام شوي. حسان قرب خليني صوركم سوا. إذا كان كل شيء تمام ضغط على كبسة الكرانشو مشان ما تتعب إصبعتك. تعرفي شو؟ جوان كمان كان كنت هاوي تصوير. شو ما كان، يلا تفضل.